تكنولوجي يجعل من هذه المحطات أكثر اقتصادا، بمعنى أنها تنتج لنا مية أرخص تكلفة عشان نقدر نستعملها في الزراعة وفي إنتاج الطعام. كل الأوضاع دي بتستلزم مننا أمور عدة. كفاءة في إدارة موارد المياه، يعني لازم أستعمل تقنيات، لازم ما أقدرش أقعد أروي زي ما بيحصل في مصر أو في السودان بالغمر. الأراضي المنتجة يعني منتجة للطعام، يعني أراضي الزراعة والمراعي في الإقليم العربي محدودة، يعني تقل عن تلت جملة مساحة المنطقة العربية، ويتهددها تدهور. التدهور يعني التصحر. أراضي الزراعة المروية في أحواض الأنهار يتهددها التدهور نتيجة الري الزائد والصرف أو البذل المتدهور. وتاريخ الحضارة في بلاد ما بين النهرين هو تاريخ العلاقة بين الري والبذل واللي هو الصرف، يعني في مراحل التقدم كانت دايما الحكم بيهتم بتحسين الصرف وتحسين الرعي، ومن ثم يكون في انتاج للطعام ويكون ازدهار. في اي مراحل تهمل فيها يبقى بتدهور الاراضي. الناحية الثانية هي الأراضي الزراعية المروية على المياه الجوفية. المياه الجوفية في المنطقة العربية مياه مختزنة من عصور قديمة، ولذلك ما يؤخذ منها لا يتجدد، ولازم الناس تستعمل حرص شديد على استخدامها بدون إسراف، وبرضه عاوزة اقتصاديات الضخ تتصلح يعني. ويمكن قدامنا مثل إن المملكة العربية السعودية أقبلت على مشروعات طموحة لزراعة القمح منذ حوالي 20 سنة على المياه الجوفية، ونجحت نجاحات عظيمة، حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح، بل في سنة من السنين أهدت متكرمة هدية سخية من الحبوب إلى مصر. دلوقتي في السنوات الأخيرة وفي السنة دي بالذات المملكة العربية السعودية قررت إنها تتوقف عن هذا البرنامج. ليه؟ لأن المياه الجوفية نضبت وأصبح استغلالها استغلال إسرافي وما ينفعش يعني. أراضي المراعي أيضا مساحات واسعة جدا، يعني أراضي المراعي واسعة جدا في بلد زي السودان، في بلد زي المغرب، في بلد زي العراق، ولكن مع الأسف إن المراعي ما بتدارش على الأسس العلمية. نوعية هواء المدن العربية تسوء سنة بعد سنة. الخسائر الصحية من تلوث الهواء الناجم عن وسائل النقل فقط تفوق 5 بلايين دولار سنويا. الانبعاثات من الصناعة في مصر تصل إلى 20 ضعف المعدلات العالمية. وتلوث الهواء يبلغ في معظم المدن العربية أضعاف المعدلات المقبولة. يجب تعميم النقل العام وتشجيع السيارات المقتصدة في الوقود والأقل انبعاثا. أصبح الجزء الأكبر من السكان في المنطقة العربية يسكنون المدن. المدن القديمة والمدن الحديثة ازداد فيها العمران والعمارات الشاهقة العالية، واكتظت بالناس واكتظت بالسيارات. شبكة المواصلات والصناعات بتزيد من كميات التلوث الهواء في المدن دي كلها. 75% من العرب يسكنون اليوم في المدن مقارنة مع أقل من 20% قبل 80 عاما. لكن التطور في البنى التحتية والخدمات البيئية لا يواكب الطفرة الإنمائية والتوسع العمراني. كذلك برزت في كثير من المدن العربية أحزمة المناطق العشوائية، السكن العشوائي ذات الأحوال البيئية المتدهورة. ويمكن مدينة القاهرة نموذج للسوار اللي حواليها من ديت يعني. في الاندفاع نحو العمارات العالية والمباني الحديثة نسينا تراث رائع
للعمارة المناسبة للبيئة كانت نماذجها موجودة في اليمن وفي العراق والمغرب العربي والواحات. وإحنا بندعو لإعادة النظر وإعادة دراسة العمارة العربية القديمة لأنها كانت أكثر توافقاً من البيئة مما هي عليه الآن. من المحيط الأطلسي إلى البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والخليج العربي والمحيط الهندي، 18,000 كيلومتر طولي من أرض العرب المأهولة بالسكان تقع على السواحل، كثير منها ملوث بمياه الصرف غير المعالجة، ملايين براميل النفط تتسرب من الناقلات في بحار المنطقة، ناهيك عن التلوث النفطي من الحروب والنزاعات، كما يتهدد التمدد العمراني العشوائي معظم الشواطئ العربية. إن الدول العربية وجيرانها عقدوا مجموعة من الاتفاقيات لصيانة بيئة البحار، كانت أول اتفاقية اتفاقية برشلونة سنة 1976 لحماية حوض البحر المتوسط. ويمكن عايز أقول إن دي كانت أول اتفاقية دولية وقعت عليها دول، منها الدول العربية ومنها إسرائيل. ولما حصل هذا التوقيع العالم كله هلل وقال قضايا البيئة بتجمع الأعداء في العمل المشترك. أنا أحب أقول لما بقيم بعد السنين الطويلة دي اللي تمت، يا ترى البحر الأبيض، يا ترى البحر الأحمر، يا ترى الخليج العربي أفضل اليوم من ناحية البيئة ومن ناحية الوارد مما كان عليه؟ أقول لا، معناها أن احنا سلوكنا وعملنا كان فيه قصور محتاج لمزيد من العزم علشان نفعل هذه الاتفاقيات ونحقق الالتزامات اللي بتنص عليها. ينتج العرب نحو 300,000 طن من النفايات المنزلية الصلبة يومياً، معظمها ينتهي إلى مكبات عشوائية لا تتجاوز الكمية التي تتم معالجتها 20%، وأقل من 5% يتم تدويرها. المنطقة العربية في إطار النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي عملت مدن كبيرة جداً عمران كتير، وعملت مصانع وخصوصا مصانع البتروكيماويات موجودة في مناطق كثيرة من البلاد العربية. يعني من